راح احاول اني ما اتفاعل وايد بهذا الفيديو لان صراحه الموضوع يحرني. انا اتقبل واحد اللي يبي ياكله كيفه، اللي يبي يشربه كيفه. انا بصراحه ما امنع روحي من اي نوع من الاكل، بس لما ني حق المشروبات الغازيه وخصوصا الدايت انا احس انه المفروض الناس كلها توقف. قبل أن ندخل بموضوعنا بس أبي أقول لكم على السريع، إذا أنتوا أول مرة تزورون قناتنا، أنا اسمي أروى، عندي مطعم ومخبز بالكويت اسمه كرمز، عندنا منيو نباتي كامل اسمه تيبل 11، وعندي مدونة فيها وصفات، وايد من الوصفات موجودة هنا على يوتيوب، رح أحط لكم الرابط مال كل شيء في أسفل الفيديو. أغلب الضان قاعد تشوفون الفيديو لأن ودكم تلقون طريقة أنكم توقفون شرب المشروبات الغازية، وأنا فهمتكم لأن أنا كنت بمكانكم. على شكثر أنا الحين أتنرفز لما أشوف طالب بالمتوسط إنزين قاعد يتريق بيبسي مع كاكاو، ولا اللي أسوأ لما أشوف واحدة حامل قاعد تشرب دايت. بس أنا فاهمة لأن أنا كنت بهذا الوضع، أوكي؟ كنت مدمنة على الكولا، وبعدين قلبت حق 7-Up، وكان عبالي دايت 7-Up يعني صحي، يعني أحسن من الكولا. بس وقفت وقلت أشارككم شلون أنا وقفت، إن شاء الله تستفيدون، لأن إذا في شيء واحد ممكن تسوونه ويساعدكم إنكم تصيرون بصحة أحسن هي هذا الشيء. إذا أنتوا تشربون مشروبات غازية، كولا، ميرندا، 7-Up، اللي هو كل يوم، وأعيد وأقول دايت أو غير الدايت، إذا وقفتوا وايد وايد أحسن حق صحتكم، وإن شاء الله تكون خطوة أولى إن تصير يعني تتخذون خطوات أكثر وأكثر عشان صحتكم إن شاء الله تصير أحسن وأحسن. قبل لا أبلش بالخطوات اللي ممكن تأخذونها عشان توقفون المشروبات الغازية، بس بقول إني أنا ما راح أتكلم عن المخاطر أو المساوئ مال المشروبات الغازية لأن الموضوع طويل، بس أكيد الإنترنت متروس عن الدراسات، وراح أحط لكم الرابط مال التدوينة اللي كتبتها عن نفس الموضوع. أول خطوة تأخذونها لما تبون توقفون المشروبات الغازية إن تبتعدون بس أول فترة عن الأكل المالح اللي يخليكم تشتهون الكولا ولا 7-Up ولا اللي هو. يعني أنا مثلاً كنت ما أقدر أكل سوشي، أو إذا أكلت سوشي وايد أصير أبي أشرب كولا ولا 7-Up. بس نفس الشيء مع الفاست فود، مع البرجرز والأكلات اللي مثل هذه، تجنبوها، حاولوا تأكلون أكل أكثر فريش، سلطات، سموذيز المدونة فيها وايد خيارات، فحاولوا تأكلون أكثر من هذه الوصفات أو هذه الأكلات يعني، وإن شاء الله ما راح تشتهون إنكم تشربون كولا ولا 7-Up. الشيء الثاني اللي ممكن تسوونه بس أول فترة إنكم تبدون تشربون عصير فريش بس حق فترة معينة، طبعا عصير فاكهة، لأن هو يظل بالأخير كمية السكر بالعصير هم عالية، فإحنا ما نبي نستبدل السكر بسكر، بس بالأخير طبيعي فوايد أحسن. ففترة معينة تشربون عصير، أنا هذا اللي سويته، كنت أشرب عصير فريش، وبعدين مع الوقت قللت 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 لما وقفت. فأول فترة تشربون عصير عادي الفريش، وبعدين تخففونه بشوية ماء على أساس نقلل الحلات. أوكي، الخطوة الثالثة اللي ممكن تسوونها وتكون تبلشون فيها من أول شيء، إنكم كل يوم صبح تشربون ماء مع عصير ليمون فريش. أوكي، تعصرون إذا الليمونة كبيرة نص ليمونة، إذا وايد صغيرة ليمونة كاملة، تحطونها الكمية بالقلاص وتزيدون عليها الماء وتشربونها كل يوم الصبح. في فوائد صحية كثيرة، بس إحنا الهدف مالنا إنكم تتعودون على الطعم الحامض، مع الوقت راح تستلذون فيه وتشتهونه، فوايد راح يساعدكم إنكم يصير عندكم بديل حق شيء مع الوجبات بدال المشروبات الغازية. الخطوة الرابعة إنكم تشربون عصير أخضر، وايد راح يساعد انكم اذا قاعد تشربون ماي والليمون كل يوم صار لكم فتره عليه راح تحبون العصير الاخضر. بس انا مو قاعد اتكلم عن ان معظمه فاكهه وشويه سبانخ مثلا، لا، انا قاعد اتكلم عن 20% تستخدمون فاكهه و 80% خضار. تقدرون تحطون سبانخ، تقدرون تحطون كيل، تحطون الكرفس، تقدرون تحطون تعصرون جزر، خيار. في الطريقة اللي أنا أحبها حق عصير الأخضر موجودة في What I Eat in a Day، راح أحط لكم الرابط مع الفيديو عشان تشوفونها.
بس مثل ما قلت لكم إذا أنتوا ماشيين على الماي والليمون كل يوم صبح راح تحبون العصير الأخضر يكون شوية حامض وما يكون سويت ووايد زين حق اللي يحبون يشربون الكولا العصر اللي يشربونها بروحها مثلاً أو يشربونها مع سناك مالح مثلاً شيء كذي راح يحبون العصير الأخضر بهذه الفترة وهم ما لا داعي أقول لكم إنه وايد مفيد حق الصحة وآخر شيء البديل اللي إذا مريتوا بهذه المراحل وخلاص يعني بطلتوا ومتعودين على الطعم مال المشروبات الغازية هذا السويت حيل تقدرون تسوون اللي أنا أسويه بالبيت وحتى بناتي يحبونه هو إنكم تاخذون البيريه أو نوع سباركلينج ووتر السادة طبعاً اللي ما في أي سكر تحطون ثلج وتحطون يا عصير ليمون فريش أو تحطون عصير لومي أنا أحب هذا مال نيتشرلاند وتحطون ستيفيا إذا عندكم ستيفيا السائل أحسن بس إذا ما عندكم هم البودرة ينفع وبس تخلطونه مع بعض إذا أنتوا صار لكم فترة مو قاعد تشربون مشروبات غازية المعتادة إنزين راح تحسون إن طعمه نفس السبرايت نفس السيفناب وايد لذيذ راح يكون سويت بس مو السويت نفس مال المشروبات الغازية فما أنصح إنكم تبلشون فيه على طول إنه ما راح تتقبلونه بس إذا أنتوا صار لكم فترة تاركين المشروبات الغازية راح تتقبلونه راح يكون وايد لذيذ يعني أنا أصلاً ما حط قليل أشربه يعني معظم الوقت بس أشرب سباركل ووتر أو أشرب ماء عادي أو ممكن أشرب شاي بدون سكر مع الوجبة أو ولا شيء المهم بس إذا مشتهين مثلاً شيء سويت خصوصاً مثل ما قلت لكم إذا تكون وجبة مالحة جربوا هذه الطريقة اللي هي سباركلينج ووتر مع اللومي أو الليمون والستيفيا وإن شاء الله راح تعجبكم فهذه الخطوات اللي ممكن تتبعونها أساس توقفون المشروبات الغازية هذه الخطوات اللي أنا اتخذتها فإذا أي أحد مر بهذه التجربة وعنده اقتراح أنا ما ذكرته يا ريت تحطون إياها بالتعليقات اللي تحت أساس إن كلنا نستفيد ومثل ما قلت لكم أنا كاتبة عن الموضوع بتفاصيل شوية أكثر برابط المدونة راح أحط لكم الرابط في أسفل الفيديو إحنا في كرامز عندنا الكولا وعندنا السيفن أب إذا ماني غلطانة بس ما عندنا دايت أنا من أول ما فتحنا أصرت إنه ما يكون عندنا دايت لأن أنا عندي إنه هو أسوأ من المشروبات الغازية العادية وأكيد في وايد ناس ما يتفقون معاي أصلاً عندنا زباين تشتكي لأن إحنا ما عندنا دايت بس ما كنت قلبي ما كان يطاوعني إن أخلي الدايت يكون موجود هني بالمحل إذا أنا هالكثر ضده واحتمال إيه يوم مثل ما إذا شفتوا واحدة حامل قاعد تدخن أصلاً ما تشوفون واحدة حامل قاعد تدخن إذا شفت راح تستغربون لما تشوفون واحدة حامل قاعد تشرب دايت مثلاً على أمل إن هي هاليوم فإن شاء الله ما حد تضايق من كلامي ما فعلت زيادة عن اللزوم صح؟ عادي وبس فهذا الفيديو مال اليوم وإن شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم إذا مو مسوين سبسكرايب بشرف تسوون سبسكرايب وإذا استفدتوا من الفيديو تسوون لايك وبس نراكم قريباً باي